احسن بدايه ليك اليوم زوز بونت ونمد اخاب كيف 5 بونت. صحيح، اول شيء مبروك علينا الفيكتوار هذه، مبروك علينا 5 اهداف. ما كانتش مباراة سهلة، تعرف انت معناها التأقلم ما يكونش سهل، ما كتشوف معناها اليوم الماتش كان عنا بيريود مع بعضنا، لعبنا كونتر موريتانيا، عندهم دي زوار انديفيدوالمون معناها قويين، مي الحمد لله معناها اليوم كان فما ريوسيت القدام، ماركا الجزيري، ماركيتانا، ماركا المساكني. لازم ننساو الماتش تاع اليوم، معناها نكملوا اليوم الفرحه وغدوه نرجعوا مركزين على ماتش سوريا بعد يومين، دونك مش باش تكون مباراه سهله، وان شاء الله يكون ترشح من مباراه سوريا ان شاء الله. عكستك في الكره الاولى، لكن بعد هذه انسيستيت باش مارك. بيان سور، لي عادي، دي كرة قدم، تنجم تماركي اليوم، تنجم تماركي معناها لوكازيون الأولى، كيما تنجم لوكازيون ثانية. لوكازيون الأولى غارديان غمني، مي الثانية الحمد لله كنت ما دخلتش بعضي، وكنت معناها بلو هكا بارد قدام الكاج، والحمد لله معناها كانت ريوسيت وماركيت بونتوز بونتوات. إي في البونتو تأثرت. عينيك زغلت شوية. صحيح، خاطر ماك تعرف أنت بابا قبل بنهار توفى، وقبل بنهارين كنت نحكي معاه وقلت له بابا راني أنا باش نسافر وإن شاء الله باش نجيب لك اللقب هذايا وباش نماركي لك أول بونتو اللي كنتي. وهذا اللي صار، تفكرت الديسكوسيون اللي صارت بيناتنا، دونك واحد يتاثر، مي كنت دموع نتاع فرحه، وبابا الله يرحمه وانا نخدم على روحي، وان شاء الله نفرحوا في يشوف فيا ونفرحوا ان شاء الله. صعيب برشا كان باش تشارك معنا في الكومبيتيسيون معناتها في الظروف هذه اللي عشتها. بون صعيب، بين والدتي هي اللي قالت لي معناها فازي في راس، هذه خدمه، هذه خدمه معناها نتاعك، بوك ان شاء الله باش تكون فرحان بيك، راضي عليا الحمد لله الدنيا واخره. دونك توا نلعب لي هو نلعب المنتخب، تعرف واحد هذا الرايه نتاع المنتخب، دونك يكون فرحان حد باش يمشي وكاهو.